السلام عليكم. دي يعني some case of could be of interest. هي presented in multiple hepatic lesions. زي ما احنا شايفين multiple calcific hepatic lesions different segments of different sizes. بس هي stony heart او زي ما بنسميها rocky liver. ال stony heart calcification lesions دي او rocky liver. فاحنا نبدأ دلوقتي نفكر في differential diagnosis بتاعنا ايه بس ازاي. طبعا اشهر حاجة ان احنا عارفينها بتعمل calcification في الليفر الهيديتد. الهيديتد طبعا بس الباترن ما بيبقاش كده, الباترن بيبقى الى حد ما مارجنال وكيرفي لينير, ما بيبقاش ستوني هارد لايك ذس. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه نفكر في التي بي. التي بي برضو ده جود بوسيبيليتي للكالسيفيك ك ك ك يعني في اي مكان بيجي فيه الليفر التي بي بيعمل الكالسيفيكيشن ده, بس هيكون عندي طبعا ادفانسد تيوبركلس لينفادينوباثي وتبقى والتشيست طبعا هيكون الباترن بتاعته مختلفه, هيكون هو اسينشالي انه مش هيجي طبعا عاده مش هيجي برايمري في الليفر. فانا ما عنديش ليمف نودز يعني زي ما هو باين في التشيست كاتس, بالاضافه ان التشيست نفسه لما شفنا يعني لو بصينا على اللانج ويندو ما فيهوش يعني ساينس الدي تي بي واضحه. عندنا كمان بقى ان فيها فوكال نون انهانسنج ليجنز, يعني في حاجات كلها يعني بيبقى الليجن كله كالسيفايد, في حاجات زي كده بيبقى هو انها فيها سوفت تيشو كومبوننت ونون انهانسد, عشان برضه من الديفرنشال بتاعنا الهيمنجوما من الحاجات اللي بيبقى فيه ممكن تيجي مالتيبل وممكن يبقى فيها كالسيفيكيشن على رغم ان هو ما يبقاش برضه نوت لايك ذس الفيري كورس لايك ذس, بس برضه الهيمنجوما من الحاجات اللي اتحط في البوسيبيليتي بتاعت الكالسيفيك ليفر ليجنز. احنا شايفين هنا زي في سوفت تيشو كومبوننت او هيبودنس سوفت تيشو كومبوننت بالاضافه للسنترال دوت اوف كالسيفيكيشن دي. طب نبدا نفكر في ايه تاني, نبدا نفكر في الميتاستاس بقى. لو طبعا انا مالتيبل ليجنز كده عندنا انتيتي مهمه قوي في الليفر اسمها الكالسيفيك ليفر ميتاستاس. بتيجي منين؟ طبعا مشهور اشهرهم الاوفري, تمام اشهر حاجه فيهم الاوفري, بس احنا لو نزلنا هنا وهي دي فعلا فين في ميل بيشنت ما عنديش جروس يا داد اليوترس وما اسمع عندي, وطبعا السي تي ما هوش فالح قوي في الاوفرز, بس ما عنديش جروس ادينكس الماسز وفي طبعا بيري تراين فاليكوزيتي واضحه اهي زي ما شايفينها, بس ما فيش جروس ادينكس الماسز. واحده واحده كده واحنا بنفر في الجي اي لقينا الحته دي في البايلورس, يعني في سام ديستنشن للاستومك, فيها سام ديستنشن تمام. ولو جينا عند ايوه بالظبط كده هي دي بس الحاجه اوف انترست اللي فيها انيولر شورت سيجمنتال انيولر سيكنينج في البايلوريك كانال زي ما احنا شايفين. ادي اليومن هنا وده اليومن بعديها وهي اولموست قافله اليومن هنا يعني او عامله كونسيدرابل ناروين, وهي شورت سيجمنتال annular thickening considerable annular thickening في البيلورس. فدي بوسيبل جدا طبعا تكون سايت, لان احنا عارفين من الحاجات اللي تدي ميتاستاتيك كالسيفيك ميتاستاسيس الميوسين او يعني الميوسينس ادينوكارسينوما, والميوسينس ادينوكارسينوما الجي اي من الحاجات طبعا الفيري كومن سايتس للميوسينس ادينوكارسينوما اللي ممكن تدي يعني من الحاجات الموصوفه انها ممكن تدي كالسيفيك ليفر ميتاستاسيس. فدي برضو يعني من الحاجات اللي شود بي كونسيدرد, احنا عاملين ريكومنديشن لابر جي اي اندوسكوبي للمكان اللي هو البايلورس ده يتاخد منه بايوبسي, بالاضافه ان البايوبسي طبعا من الليفر ميتس الموجوده دي يعني. فده يعني هيكون اي ثينك ان هو ده البوسيبل دايجنوزس, لان عندي فوكال ليجن زي ما احنا شايفين انا فوكال ليجن في البايلوريك كانال زي ما احنا شايفين, والكالسيفيك ليفر ميتس دي يعني كورليتد يعني كورليتد لايتش اذر. I think it's a very good suggestion that the primary pyloric mucinous adenocarcinoma وعامل calcific mets في الليفر وشين للناس يعني, ولو في ان شاء الله بايوبسي يعني ممكن احط الفيدباك بعد كده ان شاء الله بعد البايوبسي ان شاء الله.